صباح الخير اخوان، كل عام وانتم بخير. اليوم 3/1/2019، ان شاء الله عام 2019 يكون عام سلم عم العالم اجمع. سبق وتحدثنا عن هذا الموقع اللي هو تساكاتور قرب تلفريكان. تساكاتور قلنا السياحة الشتوية تتنشط في هذه المنطقة. بالصيف كنا نجي حتى نصعد التلفريك، نقطع التذكرة ونصعد مباشرة. الآن سأدير الكاميرا لأريكم الدور، أو كم دقيقة راح تنتظرون حتى يوصلكم الدور تصعدون بالتلفريك. شوفوا هذا الدور اليوم، أوكي؟ هنا لازم هسه توقف لك بد ما لا يقل عن 20 دقيقة أو 30 دقيقة حتى يوصلك الدور وتصعد للتلفريك. هذول السواح، أكثرهم سواح، وما نكتفي بهذا التلفريك. في هذه المنطقة موجود خطين للتلفريك، واحد يتكون من مقعدين، أي الكرسي المتحرك يسع لشخصين، هذا اوكي، والاخر هذاك البعيد نشوفه لاربعة اشخاص. الخطين مشغليها سوا، لذلك نكرر ونقول لكم محبي الثلوج ومحبي التزلج، اقطعوا تذاكركم وتوجهوا الى ارمينيا، اتصلوا بنا مسبقا لنؤمن لكم برنامج سياحي متكامل من سكن وتنقل وإرشاد سياحي.